وللمزيد يلتحق بنا من الرياض مراسل الإخبارية عبد العزيز الموينع. أهلا وسهلا بك زميل عبد العزيز معنا، ما هي محاور النقاش في اليوم الثاني من مؤتمر السلامة المرورية؟ شكرا لك زميلتي نفلة. نعم، الآن نتواجد في مؤتمر السلامة المرورية 2019 الذي يقام هنا في العاصمة الرياض. هذا اليوم الثاني لهذا المؤتمر، كان ظهر البارح افتتاح هذا المؤتمر الذي افتتح نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود. أيضا استمرت فعالياته مباشرة بعد الافتتاح بجلسات وورش العمل، وتستمر هذه الجلسات إلى اليوم. اليوم هو ثاني أيام هذا المؤتمر. طبعا هذا المؤتمر كما ورد في ثنايا الخبر هو يتحدث عن أبرز وسائل السلامة المرورية، أيضا الحد من المخاطر والوفيات على الطريق، أيضا أبرز التقنيات المستخدمة لهندسة الطرق والتخطيط الحظري لفك الازدحامات والاختناقات المرورية. في ثنايا هذا اللقاء يسعدني كثيرا أن أستضيف المقدم علي المالكي المتحدث بالإدارة العامة للمرور. حياك الله سيادة المقدم. يعني اليوم احنا في أوراق عمل كثير طرحت منذ ظهر البارحة وأيضا مستمرة هذه أوراق العمل إلى اليوم، أبرز المواضيع التي تمحورت حول هذه أوراق العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. انطلقت أمس فعاليات مؤتمر السلامة المرورية 2019. المؤتمر على مدار 3 أيام، تناول المؤتمر يوم أمس عدد من المحاور، من أهمها تجارب بعض الدول في خفض نسبة الحوادث المرورية. يتناول اليوم عدد من الخبراء والمختصين تجاربهم في استخدام التقنية الحديثة في إدارة وضبط الحركة المرورية، وكذلك استخدام الذكاء الصناعي في التنبؤ بالحوادث المرورية وإدارتها والمساعدة في اتخاذ القرار بعيدا عن الأخطاء البشرية والفردية. ايضا ابرز النقاط اللي ممكن نتحدث عنها في جلسات اليوم، حتى ممكن مثلا ناخذ فكره عن ابرز المحاور في جلسات الغد، هذه المواضيع اللي اخترتموها يعني كيف تم انتقائها او كيف تم اختيارها؟ الجلسات النقاش اليوم اليوم يكون عندنا حلقات نقاش، عندنا ورشه عمل، عندنا دورات تدريبيه، من ضمن ما ذكرت قبل قليل استخدام التقنيات الحديثة في ضبط إدارة الحركة واستخدام الذكاء الصناعي. غدا إن شاء الله سيكون عندنا دور التخطيط العمراني وأثره على حركة السير. العفو العفو. مشاهدي الكرام، كان هذا حديث المقدم علي المالكي المتحدث بالإدارة العامة للمرور. بإذن الله مستمرين حول تغطيتنا لمؤتمر السلامة المرورية 2019 بإبراز أبرز النقاط التي يتحدث عنها من السلامة المرورية والحد من الحوادث والتنبؤ حتى المستقبل للحوادث. هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الأثناء. نعود الآن بالصوت والصورة للزملاء في استوديو الأخبار. شكرا جزيلا لك زميل عبد العزيز الموينع مراسلنا من مؤتمر السلامة المرورية في الرياض.